حاجة فاطمة طبيبة تقليدية للأعشاب، داوي الأطفال وداوي الكبار، وتقولي الشعر. هاي هذاك بيت القصيدة. وقول المجاهدين هاي إذا راحت إلا راحت ليهم الكوم كان بكي عليهم، إلا زلقوها وجاو نفرح. صحيح يا أخي، يقولوا لهم يزلقوهم يزلقوهم الرجالة، يزلقوهم زلقة في عدو. ولا قلتي؟ أنت مالي لكم فما مالي على ما قتله. ولا سمعنا شوي كلام.